السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا بالقناة التعليمية باللغة العربية. سألت امرأة ناجحة جدا عن سر نجاحها. ابتسمت وقالت لي: لقد بدأت في النجاح عندما بدأت في ترك المعارك الصغيرة. تركت المعارك الصغيرة للمقاتلين الصغار، توقفت عن القتال ضد أولئك الذين يدردشون حولي، توقفت عن القتال من أجل جلب الاهتمام، توقفت عن القتال لأكون حسب توقعات الناس عني، توقفت عن القتال من أجل حقوقي مع الناس الحمقى، توقفت عن القتال لإرضاء الجميع، توقفت القتال لإثبات أنهم كانوا على خطأ. توقفت هذه المعارك لأولئك الذين ليس لديهم شيء آخر للقتال، وبدأت الكفاح من أجل رؤيتي، أحلامي، أفكاري، قدري. اليوم الذي تخليت فيه عن المعارك الصغيرة كان ذلك اليوم الذي بدأت فيه بالنجاح وأصبحت أكثر سعادة. بعض المعارك لا تستحق وقتك، اختاري ما تحاربين من أجله بحكمة. إذا أعجبكم الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة فضلا وليس